معكم جواراتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن حال. مرحبا بكم في قناه ايمان ارتيزان، مرحبا بكم فيديو جديد فلوق جديد معايا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ناشطين ماشطين واحوالكم جيده، وتكون ديما ديما احوالكم جيده. خصنا ديما تكون عندنا طاقه ايجابيه ونكونوا ديما فرحانين في هذا البرد. واخا ما بغيتش نقول لكم عطيني اليوم هي البنت البنات البرد الكز هذه، بغيت نقول لكم لا، خصنا نقاوموا هذا البرد حتى هو نخرجوا فيه ونشطوا فيه ونكونوا فرحانين وناشطين، وكل وقت بوقته وكل جو بالجو ديالو. واخا مع التكباط صراحه عجبني اليوم لبس الزرق، شحال بقيت لبس الزرق، كنشوف راسي في الفيديو وعجبني وجهي صراحه. انا كيعجبني الزرق، انا من النوع اللي كيعجبني الزرق في اللبس وفي كل شيء، ملي كنلبسو كنشوف راسي كيعجبني راسي. قلت الناس من اللون كيعجبكم نتوما، واش من اللون ملي كتلبسوا كيعجبكم راسكم فيه؟ المهم البنات، دابا كيف كتلاحظوا انا خارجه واجده، باغا نخرج ان شاء الله. غدا تجي عندي واحد الانسانه اللي عزيزه ومأكده عزيزه على عليكم حتى نتوما، غزلان ان شاء الله. عندي صديقه ديالتي غزلان غدا تجي تبارك ليا الدخله ديال الدار الجديده، لكن غدا تجي حتى للعشيه، قالت لي غدا تمشي تقضي شي غرض هو الاول وعاد غدا تجي عندي ان شاء الله. ف دابا انا غدا خارجه باغا نمشي نتقضى شي حوايج خاصين على قبال الدار، وكذلك شي حوايج اللي خاصيني باغا نصايب واحد باغا نصايب يا اما كنافه يا اما هذيك السمبوسه. بغيت نديرهم غير بالمكسرات، كنظن غدا ندير البيستاج. ف بغيت نمشي ناخذ شي حوايج خاصيني باش نديرها، غادي نشارك معكم وحده فيهم. قولوا لي علاش باقا ما قررتيش؟ حيتاش خرجتهم جوجهم من المجمد، خرجت الكنافه اللي عندي وخرجت الورق ديال السمبوسه اللي كنستخدم الفيلو دو هذيك اللي كتكون رقيقه، ما عرفتش منين غادي تذوب فيهم. ف المهم غنستخدم وحده فيهم. غالبا انا غنفضل ندير الكنافه، لان الكنافه كتعجبني اكثر. والكنافه انا سبقني مشاركه معكم بالجبن، كندرتها معكم في القناه شحال هادي بالجبن، واحد الجبن اللي كنصايبو انا كيجي زوين، يعني كنصايبو عندها كنخلط معاه جبن اخر. المهم حتى تشوفوا الفيديو، وان شاء الله اليوم بغيت نديرها غير بالمكسرات حتى هي كتجي زوينه. غدا نمشي ان شاء الله نتقدى داكشي اللي خاصني، وانتم معايا بقاو معايا. بغيت نشعل الطوموبيل، ما عرفتش اش كدير لي واحد الصوت بحال الفران ديالها مزير، ما عرفتش علاش، ما عرفتش تخلعتني اش كدير واحد الصوت. غادي نطفيها ونعيط على راجلي، ما شاعش الموتور ديالها، ولكن او باتري تشيك تشارجين سيستم. عمرنا ما وقع علينا حنا المشكل ديال الباتري البنات. سيري غير فين مشاك الله، هانتوما مخرجه هنا الكنافه، مخرجه هادي. باغا نمشي نتقدى شي حوايج، والله ما عرفت صاحبتي الطوموبيل ما خدماتش دابا. يلاه راجلي عيط على صاحبو يشوفو واش مشكل من الباتري ولا مناش، واش خاصهم يديوها تصلح ولا شنو، ما عرفتي ما فهمتش. المهم سيري غير فين مشاك الله. في النهايه دخلت للدار، حس براسي ستريسيت، ما بغيتش نبقى حدا راجلي بقى مبرزطه. دخلت صايبت لي واحد الكاس ديال القهوه، حطيت واحد الحليوه معاها، رجعت بها الدماغ، حيت عرفتي ملي كتكوني معويه على شي حاجه والبلان ديالك كيخسر صافي كتستريسي شويه. قلت نخاف على اعصابي ونجلس ونفكر شنو غادي ندير، حيت ما عندي في الدار حتى شي حاجه، ما عندي والو في الدار اللي غنقدر لا نحط ولا حتى الحوايج اللي غنبغي نقضي بهم على قبل السيمانه الجايه. عرفتي جلس وبقيت كنشرب قهوه ديالتي وبقيت جالسه باش نتصنت العظامي نفكر شنو غادي ندير. الساعه جا عندي راجل قال لي راه خدمه الطوموبيله، سيري قال لي غير خدميها وسيري، ما بقايش قال لي زورك على البوطونات كدي غير هذوك جي دغيا، قال لي ما تعطليش. الصراحه هو كان باغي هو يمشي يتقدى ليا، ولكن انا بغيت نمشي انا حيت انا عارفه شنو غادي يخصني بالضبط. مع قربت نوصل اول بلاصه بغيت نتقدى فيها، اتصلت بيا غزلين قالت لي راه ديجا وصلت للدار. مع كانت قالت لي انها غادا تمشي تقضي شي غرض هو الاول حتى غادا هادشي، كان على بالي غادا تعطل، واصلا ان داك المشكل اللي وقع لي مع الطوموبيل حطاني باش نخرج. وصراحه كانوا خاصني شي حوايج ضروري باش نصايب داك الكنافه، يعني على بالي يعني اصلا كان عندي الوقت الكافي، كان عندي الوقت الكافي باش رجعت للدار. يعني راه تقريبا لا شي اكثر من ساعه باش بقيت يعني كنتسنى في الطوموبيله باش تخدم.
تسكت يعني معطله باش نخرج، وعاد كما قلت لكم عند بالي يعني عاد شي وقت متاخر على دابا الساعه وقيلا هيك الغرض اللي كانت بغات تقضي يعني قضات دغيا وسيرات دغيا. المهم دابا انا كنتسنى غير في اللاين نخلص خير، المهم ما خديتش غير شي حوايج لان ما خديتش كلشي اللي خاصني يعني، لان كنت باغا نتقضى حتى شي حوايج خاصيني على كبال السيمانه. الساعه خديت غير كلشي اللي شي حاجه خفيفه لانني كنت ديجا وصلت، انا كنت غادي نرجع صراحه كنت غادي نرجع، ولكن كنت ديجا وصلت لهنا يعني صافي يعني كنت باكي باش نحطينا. المهم الحمد لله لقات لقاو راجلي في الدار فهو استقبلهم ان شاء الله. انا دابا غادي نخلص هاد الشيء ونمشي للزربه، بقاش يمكن ليا انني نصايب هذيك الكنافه اللي كتعاونها نصايبها لان مابقاش دابا الوقت. خديت غير هادو زوينين. المهم قبل هادو قبل الوليدات، وهنا هاد الكرواسه ديال اللوز غزاله، وهذه المهم شي حاجه خفيفه وصافي. سلام البنات دايرين لاباس عليكم؟ صحة لاباس نحصل عليكم عند إيمان. مرحبا بك. عندي روكا هيوا دابا كنتمنطاش بيه العكا بزاف شمال بلا جيت كنجري كنجري باش. المهم جيت لقيت راجلي دوار هذا الواجب ما خلينا في الواجب، قلت لها فقصتني قلت لك بغيت زعما كان هذا نصورها ولا الاخر يحرم لي المفتاح. ولكن عرفت واش درت؟ عرفت واش درت؟ درت راسي ما شفت حتى شي حاجه، ما وصلت حتى شي حاجه، كنحل حتى هي كنت تعاود توريني انت شوفي هنا تا كنكمل تقول لي ما شق علينا شق علينا في ديك الثلاثات هذيك المشيت كاع اللي قلت لي الله. المهم دابا عرفت واش كنبغي. كشي نديرها بين العسله وبالبيستا ولا دايرين الورد داك هذاك الورد اللي كيكون عرفتي كيف كيقولوا لي الورد هما كيديروا هاد الشيء ونفرش فيها هادو كل الحب خالص لا كل حاجه جديده بيستاج ودي عند الدار هادو بوشيطه انا هذيك تاع حساب ربي هذه مزيان واخا انا عندي سكر كيجي كوما دابا حساب ربي كاين شي توكي كاين شي حاجه كيجي بحال هكا كيجي بحال هكا كيجي بحال هكا كيكون خبير وكنستعمل الحالة كنبقى راسي كنبقى ليلة كملية دابا هذي كنبقى ليا حساب ربي بحال ولا فيا حيت حلوة فهمتي هي الشكل ديالها زوينة غير هذيك غير هذيك نقدر ندير شي بلاصة شي بلاصة ولا شي حاجة زوينة صحت بحال هكا بزاف. بقات فيا داك الشيء دابا كنزرب
هذا خواه والدراري ما بقاش المهم البنات هادشي اللي قسم الله هاهي الكحيوة هاد الست يلا تجبد راه تجبد غير البارح تجبد غير البارح في الليل المهم نشربو فيه القهيوة أنا عارفة زليت على القهوة زليت على الحطة ديال القهوة فجبدتو زليت تاويل ياه صافي حطيتو المهم تلبى حدا كتعبي تجبد الصراحة وهاد الطباسة كلو تلبى حدا تجبدو المهم هاد الكرواسة هادي هادي اللي معمرة بالكلوز وهادي معجنه معمره هادي صيبتها ليا نعيمه تبارك الله عليك تبارك الله عليها المهم تنقول لكم كيفاش جات وتبارك الله نعيمه جابتها لي البارح انا كانت عندي البارح كنا مجموعين وهادي راه كان الشوكولاط الزود الدراري هانتوما هانتوما شوفوا العلامه وهذا ديال الشوكولاط ابيض صافي هادشي اللي كاين هادي الحلوه اللي قلت لكم ديال التفركه كتبان كتشهي كتبان كتشهي يلا دوك يكون الراي ديالك هادي حتى اش خديتها كي جاتك كتجي بحال النوغا بحال النوغا زوينه زوينه وطبا زوينه يا وهادي ذكرتني حتى ذكرتني خرينغو عرفتي خرينغو الشكل ديالها بحال الخرينغو شهاتني ديرينها بالقرفه صافي كرواسه وهادي جابتهم غزلان حلاوه ديال الدار وصافي هادشي اللي كاين المهم قبلوا علينا وصافي كنقولوا قبلوا علينا قبلك الله يحفظك تبارك الله عليك مليك نعيمه قولها نعيمه تبارك الله عليك نعيمه انا حيت مول فعلا مليك اللي كانت جا بقى بقى عمرنا ما تلاقات مع عمرنا ما تلاقينا هكا كضرب تليفون عمرنا ما تلاقينا ما جاتش شي جماعه بحال هكا ولا مجموعين كاملين انا ونعيمه دابا سبحان الله فين ما كنتلاقاو تما هي كتكون قدامي يما كتكوني معروضه ما كنطلاقوا عملنا جمعنا اليوم هي خدامه راجل خرج لا وحاجه سولي كاين نعيمه كاين اللي ما خدامه البنات غزلان باغات تمشيو تقول لكم السلامه نقول لكم السلامه ودخلت الخير على ايمان ان شاء الله وعلى جميع الاخوات تلاقاو ان شاء الله في شي ان شاء الله تلاقاو ناخر المهم البنات ثلاثه مرات اخرى ان شاء الله نتلاقاو في نهار هذاك الشيء ديال الصح دابا مع باقي يلا رايح لا باقي الامور مقاداش فلاش راه بعيده هي البنات ولا شحال صق عندنا فلاش لا والو ولا شحال صق بعيده عليا راه جايه شي ساعات شي ساعات المكانه هكا والله الا ساعات المكانه ولكن تمشي مشكل كلشي هو المهم داكشي اللي كاين تجمعنا والدراري ضحكوا وحنا ضحكنا والرجاله ما خلاو حتى شي موضوع ما دواوش فيه واخا راه ما عندنا فلاش لا والو دابا لا لا شوفي ايمان انت هاد الجلسه بحال هكا والله عندها حلاوتها غادي تفرشي وكلشي غادي يتقاد ولكن بحال هاد الجلسات هما زوينين هداكشي اللي كاين ورا جلسنا مالا ما جلسناش كاينه تسداد وصافي جلسنا والدراري لعبوا وخداو راحتو بلاكس راه بداو الديكورات وتبدا الدار عامره حتى الدراري بدات تدوزي تقولي كي صلاه داك السهر سادي اللهم خليهم يحقوا الدنيا خاويه داكشي اللي كاين البنات غزلان جات فيها كادو المهم البنات نوري لكم ها هو شوفوا الخير شوفوا المهم الكرات ان شاء الله نحلهم لكم نشوف المتتبعات واش كيعرفوا زعما دوك دوك شكون كتظنوا كانت تكون جابت غزلان داكشي يلا خليوها يلا نشوف غنبقى التعليق ديال هذا الفيديو يلا نشوف شكون اللي غادي تجيب هذاك ان شاء الله نحلو معكم الفيديو الجاي ان شاء الله ان شاء الله ماشي ديال وجهك ايمان ساهلين كثير والكثير والكثير الله يحفظك ماشي مشكل المهم مازال الجيات الله يحفظك يلا البنات تبارك الله عليكم عرفتي بلا غزلان قدامكم خرجت المره كاع لا
ضروري خرج معاها برا. هذاك الشيء اللي كاين مازال حنا غنبقاو نتسلمو في الكوزينه ونمشيو نديرو المسطره ونتسلمو قدام الباب ونتسلمو تركب الطوموبيل. داك الشيء اللي كاين. يلا بغيت نخدم معكم الفيديو دابا نقول لكم السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم في امان الله وشكرا جزيلا لكم اللي ديما كنحضر بها الفيديو. لا نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر ان شاء الله. سلام عليكم بابا. قول لك كادو يا لا ما بغاش عجبني كادو يا هكا ولا هكا هكا ولا هكا هكا قلت لك ايمن الله يخليك انا راسي بالضحك اختي الله يخلينا ضحكي يا ربي بصح انا لا انا شنو هذا اللي كيطلع لي لا مع دابا انا كندير ملي كندير ميك اب كندير غير في الفوق ولا ماشي ما كنديرش غير ميك اب كندير على العين دابا دابا ملي كنبغي نخرج انت ليلى حتى هي كتخرج عيني خرج عيني ليلى شوف انا لا انا لا 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 خرج عاد كنزح بالي هذا كيكبر هذا كنخرج نخرجو كنزح بالي خرج عيني يا سطينا سطينا خلنا عليك دخلت الخير يا حمد لله ان شاء الله تخلينا دخلة مباركة ارحم تباوسو تباوسو صافي ايمان سبعة الله